السلام عليكم جميعا، ان شاء الله تكونوا بخير. وياكم مستر سيف من امريكا. بارحة اجيت على هذاك الستورج، هذاك المخزن، ونزلت الفيديو سابقا عليه. جينا على هذا المخزن الثاني اللي هو 116، مثل ما قلت بالفيديو السابق. هذا المكان اللي اشتريت من عنده هو المخزن. فخلونا نفتح هذا المخزن ونشوف شنو اللي بداخله، ان شاء الله يطلع شغلات حلوه. بالمناسبه هذا المخزن صار كله 150 دولار. خلونا نفتحه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا. هاي الغراض اللي بيه، أنا صراحة عجبتني هاي الساعة اللي دائما أبيعها من 150 إلى 200، بس أهم شي تطلع أصلية. كواليتي مالتها نرجع نشوفها. خلي نبدي نشوف الغراض بعدين نرجع نشوفها إذا كانت أصلية أو لا. فنبدي أول شي شنو عندنا هنا. أنا شنطة من اللابتوب، اعتذر، بعد ما اشتري شنطة من اللابتوب. هذا ورك بوت، هسه نشوفه شوف داخل ان شاء الله. تراش. هاي بوت، هذا صاحبه، هذا واحد، وهذا اثنين، هذا الثاني. هذولا هاي المنطقة كلها $10، ما بيها شيء يسوى. عندنا هنا أنا أشوفكم أعتقد مفسخ الماطور مالته كله، يعني خليه هنا أنا. اللي يعرفون بالماطورات كلهم إيش قد يسوى صراحة، ما أعرف بيهن. هاي تراش مشت، تراش طابع، تراش. شو صار هاي؟ شنو هذا؟ عمل كريسمس. وعندنا هنا هاي عملت التاير ويد فوم، عمل التاير ما بيها تراش. هذا الاكزوز مالت الماطور، ها سوي الماطور. نشوف هنا شيء بالسوراق، شكو هنا شنطة همينة بالسوراق. اعتقد هذه همينة قطعة مالت الماطور، عارفين اذا ذبحن يكون يتكسرا. تراش هالباكس شنو بي؟ بسم الله، اعوذ بالله. شنو هذا؟ كتاب عبري. قديم. بالمناسبة الله ينصر اخواننا في غزة، إن شاء الله النصر القريب والرحمة للشهداء. معكم شيء؟ شنو اكو هنا؟ شنو هذا الكتاب؟ يعني عادة ما افتح الكتب، بس شفت هذا فأثار فضولي. هذا الكتاب University of Missouri. I photocopy the source. ما أعتقد أكو شيء بعد هنا. شنو هذه؟ شنو هذا الكتب الحمد.
احمر. ها نوتس ما يفيدون. فاتر تفاتر نوت هذه ما تفيد. هذا كاسيت هنا ما يفيد ما يفيد. هاي جرايد قديمة مجلات قديمة. ما علينا من هذا الباكس ما بي شيء ينباع. نجي نشوف هذا ما تسمتم عليه كاس. ايوة شغلات والله. هلعوا برا اشوفكم هي اوضح. واحد شكرا ما ليش هذا ثلاثة فضاء يجوز مرت المطور الله أعلم. هاي ما أعرف بي لازم تجيكم. نجي نكمل على غراضنا. هاي سبانة ألبوم ما يفيد. هذي $5 هنا أنا. شوف هذا شوي محولة شيء يسوى هنا والله ما اعتقد. كل البراغي اعتقد مالت الماطور. شو شكو بعد اعتقد عدة بين عليها عدة هذه. نعم عدة. هذا الباتري سلفن. هذا تي هذا شاي بعد. ايوه هذا حلو حلو. هذا خوش تشيز. هذا لا يعني عندنا هذول كلهم $25. فوت نشوف بعد هذا شنو. هذا مع الفيديو العفو الارم سيستم. هذا شو مع البي. ايوه لو هذا نشوفه بعدين. اعتقد انجازاته او شيء صاحب ال هذا جهاز ضغط هذا او سكر العفو. ماكو شيء هنا أنا. كتب هاي عدوية هذيك. خلينا نطلع نشوفها. من عندنا هاي الواحد على خمسة. صغار كم انهم ماركات ما اعرف بالماركات مالته ذني صراحة. شوفوا واية بيهن. هاي 2 4 6 8 هنا أنا. هذا يفيدني. سألكم سعرهم كلهم مع بعض. هذه حلوة مال بوفين. هذه اعداد. عندنا يعني هذول نقدر نقول عليهم $40.
هاي العدة كلها $40. نفوت نكمل نشوف هذا البعض هين الشيء وهذا الشيء هذا. هذا مال الموتور هذا. شنو الموتور كامل مفصل. شوف هاي التكمله مال العده. هاي السير تنفتح كونهم ماركات. سير كلهم اجمعهم تبيعهم. واحدهم هذا باتري مال الموتور. مشتري شهر 9/2022. هاي غراض مالت الموتور. اذا نفس الماطور شوفوا هاي كام الله وهاي كام الله مالت الماطور. هذا شنو مع كل شيء. هاي شوفوا تكملت العده. اوكي نجي الماطور وعندنا هذا خصمنا نشوف ان شاء الله. هذا اعتقد الامامي التاير الاماميه. هاي شنو كل شيء جواتها. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه عده شنو ما شاء الله. هسه نطلع برا نشوفه على ايش. تعال كلكم اطلعوا برا نشوفكم بعدين. هاي عندنا هذا اعتقد مالت البنزين مالت الماطور. ما قلت صراحة ما أعرف أني بالماطورات بس تبين كأنما شغلة مال بنزين أو شيء. هذه عندنا هذه مات أعتقد هاي مكسورة تنباع ما تنباع ما أعرف صراحة. لا مكسورة ولا شنو. هاي اللايت مات الماطور نفسه. وهذه الماطور هوندا. شوفوا البادي مالته كله كامل مع هذه. البادي كله كامل. وهاي كل هذا طلعنا به حذاء. هذا الحذاء شوفكم اياه فسفوري. هذا همين نقدر نقول عليه $10. هذه نعرفها اذا هذا الويت مالتها ثقيل. هذا هنا اذا ثقيل بمعنى هذه اصليه. اذا خفيف بمعنى ما اصليه. بسم الله هذه ما اصليه بس هماتينا تنباع على من $50 إلى $80. هاي تصير همينا نصب اعتقد. بس هي الأصلية اللي عندي بالبيت تكون هذه الثقل مالتها ثقيل. هذه عندنا هنا أنا أول شيء ما أصلية بس إن شاء الله نقدر نبيعها من $50 إلى $80. وعندنا قلنا هذه خلي أجيب هذه آخر شيء نطلع نشوفهم نكملهم. هذه واحد وهذا اثنين. ناخذهم برا نفتحهم ونشوف شنو اللي بيهم. اول شيء عندنا هاي اغراض شخصية ما عندنا بيها. اعتقد كله بس صور وذكريات. على اول واحد مال النبي ما ناخذ خصوصيات العالم. عندنا هنا شوفوا بي همين مثل ما قلت عدة $5. هذا $10. فيجرز صغار. هذا واحد سبايدر مان ما سوبرمان العفو. وهذا باتمان. هذول $5. هذا شنو هذا هات ويلز.
هذا اعتقد مال فاست اند فيريوس، لا والله ما فاست اند فيريوس. هذه همين $5. هذا شنو؟ ها طلق طلق، نعم طلق، اعتقد هذه همين طلق والله، نعم طلق. شوفوا هاي الطلقة اعتقد من المسدس، شوفوا قد ما قديمة صايرة ملت عليها، يعني الحمد لله بعدها ما حسبنا سعر الماطور. اذا واحد راد غراضة تقدرون تكتبونا بالتعليقات حتى تشوفوا ايش قد يسوون وعرضهم على هذا الاساس. خلصنا هذا الفيديو، اذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا من اللايك والاشتراك، ان شاء الله اشوفكم فيديوهات ثانيه. سلام.